السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ شفناش بعض بقالنا زمان، للناس يعني اللي متابعة القناة شوية. النهاردة فيديو سريع كده أتكلم فيه عن بعض الانطباعات. أنا كنت لسه راجع من رحلة الحمد لله في مصر، وعديت على تركيا كده 3 أيام وعملنا عمرة الحمد لله. فإن شاء الله إيه ناوي أتكلم عن يعني كذا فيديو جايين، هغطي كذا حاجة بخصوص الرحلة دي بإذن الله. لكن النهارده بس عايز اتكلم عن حاجه كده سريعه، لان احنا زي ما قلت احنا قعدنا في مصر شويه، قعدنا في الجونه شويه، طبعا الجونه جنبها الغردقه فشوفنا الغردقه واسكندريه وكده، يعني لفه صغيره كده في مصر. ورحنا تركيا قعدنا 3 ايام، ففي بعض الحاجات اللي لفتت نظري بشكل كبير. كانت اول مره اروح تركيا الحقيقه، فانا قلنا نعمل مقارنه كده ما بين السياحه في مصر والسياحه في تركيا، لان دي يعني مجرد الافكار اللي كانت في دماغي انا، يعني مش بقول حاجه عشان بس اتكلم وخلاص، لكن دي فعلا الحاجات اللي كانت بتدور في دماغي لما رحت تركيا، والمقارنات كده الايه اللي عملتها ما بين تركيا ومصر. في حاجه الحقيقه اول حاجه لفتت نظري، طبعا تركيا بلد جميل، احنا قعدنا في اسطنبول 3 ايام، مدينه جميله طبعا مفيش شك في كده، لكن في حاجه طبعا لاحظتها واعتقد ان اللي هيروح تركيا هيلاحظها، ويعني اي ناس كتيره بتقول الكلام ده، ان في تركيا الناس مش بتتكلم انجليزي. يعني مع انهم في اماكن سياحيه جدا، احنا المنطقه اللي كنا قاعدين فيها اسمها جلاتا، اللي هي قريبه مش كمان من شارع الاستقلال اللي هو يعني ايه اشهر شارع في اسطنبول تقريبا، الناس بتمشي فيه، وصعب تلاقي حد بيتكلم انجليزي تعرف تتفاهم معاه. يعني انا اما كنت بدخل مثلا محل والاقي حد بيتكلم انجليزي كويس، كنت بحس بقول يا سلام ايه الحلاوه دي، يعني الواحد بيحس انه مستريح عارف يتفاهم مع الناس. لكن غير كده التفاهم محدود جدا من الاتراك. تاني، مع انهم السياحه هي قد تكون مش قد تكون ده هي فعلا 100% من رزقهم، يعني بالذات الاماكن المحلات اللي في الاماكن السياحيه دي رزقهم قائم على السياحه كله يعني، لكن مش بيحاولوا حتى يتكلموا انجليزي او يتعلموا انجليزي. قارن بقى ده بالمصريين، وطبعا دي كانت حاجه لصالح المصريين الحقيقه وللشباب المصريين الشاطرين بجد. يعني المصريين ما شاء الله، روح شوف مثلا لما كنا في الغردقه تلاقي الشباب اللي بتبيع تتكلم كذا لغه، هم عارفين السياح اللي بيجوا روس المان طبعا انجليزي، كل بيعرف يتكلم انجليزي كويس. وحتى زي ما احنا عارفين دي حاجه معروفه، حتى الاطفال اللي بيشغلين في الاماكن السياحيه المصريين ممكن يمشي نفسه ب7 لغات ولا حاجه. طبعا مش معنى كده ان هو فلوينت ان هو يعني بيتكلم بطلاقه ويعرف بقى يتكلم في اي موضوع، لكن على الاقل بالنسبة لرزقه بالنسبة لشغله بيغطي كل احتياجاته. ومش بس كده طبعا، لما شفت الناس المصريين اللي بيتكلموا مع السياح، لا بيتكلموا بيدخلوا في حوارات ويهزروا معاهم وكده، يعني يعتبروا بيتكلموا بطلاقة اللغات دي. فدي حقيقة حاجة تحسب للمصريين بشكل كبير جدا كشباب وكناس شغالين في السياحة، موضوع إجادة اللغة ده مقارنة بالأتراك. فدي حاجه لصالح مصر الحقيقه، يعني لما نيجي نقارن ما بين مصر وتركيا دي حاجه لصالح مصر. الحاجه الثانيه اللي لصالح مصر كمان برضه، وبعدين هقول بقى شويه حاجات تانية مش لصالح تركيا، لكن الحاجه الثانيه المهمه قوي لصالح مصر هي طبعا المعامله كمان. يعني تركيا الناس مش متدربين كويس الحقيقه على التعامل مع السياح، يعني حتى في المطار انا دي يعني ثالث مره ادخل مصر مثلا والاحظ فعلا ان المعامله في المطار محترمه جدا، الناس ما بين الضباط وحتى الناس اللي شغالين مهذبين، بيعاملوا الناس بذوق. طبعا ممكن حد تاني يكون له خبرات مختلفه، لكن دي 3 مرات نزلت فيها، اخر 3 مرات يعني نزلت فيهم كان المعامله كويسه جدا ومهذبه يعني. تركيا الحقيقه ما عجبنيش اسلوب الناس في المطار، وكانوا بيزعقوا حتى في الناس ساعات ومكشرين، تدخل على ضابط الجوازات يعني مكشر اللي هو مكشر ايه مكشر مكشر يعني. وحتى في التفتيش وكده اللي هم بيعملوه تلاقي برضو اسلوبهم مش كويس قوي في التعامل، فاسلوبهم مش حلو قوي. طبعا مش معنى كده تاني مش بنعمم، احنا بنتكلم على الظواهر العامه. فالظواهر العامه كشكل عام بشكل عام مصر بصراحه تكسب في حاجتين، في التعامل اسلوب التعامل حتى في المطار او حتى بره المطار، واللغه المصريين ان هم فعلا بيعرفوا يتعلموا لغات ماشي، يعني تتعامل تكفيهم في التعامل مع السياح اللي بيجوا. تركيا ضايعه في الايه في موضوع اللغات خالص وموضوع التعامل، يعني ايه برضه مصر تكسب. طبعا تركيا فيها وفيها، لكن مصر تكسب بمراحل يعني.
طبعا تركيا تكسب فين بقى؟ طب ليه تركيا بلد سياحي اقوى من مصر كتير؟ طبعا هي بلد جميله، دي حاجه لا يوجد شك فيها، المناظر الطبيعيه، المنطقه بتاعه البوسفور والكلام ده، يعني مكان جميل. لكن طبعا تركيا تكسب زي بلاد تانية كتير تكسب مصر، عشان البلد نفسها يعني انظف، والحركه فيها اسهل، والحياه فيها اسهل. فمصر طبعا يعني في اماكن كتيره فيها، بالذات الاماكن اللي السياحيه القديمه، لان الناس مش رايحه تعمل سياحه في العاصمه الاداريه وتعمل سياحه في المدن الجديده المبنيه حلوه دي، لا، هي ما رايحه تعمل سياحه عشان تشوف الطابع المحلي بتاع المكان اللي هي رايحه فيه. الطابع المحلي ده بقى اللي هو لازم القاهره، لازم بقى الاثار، مناطق الاثار، فلازم تبقى الاماكن دي مريحه للسائح، يقدر يتحرك براحته، تبقى منظمه. مصر طبعا ينقصها ايه كتير في الموضوع ده، وده اللي مخلي مصر مش واخده اللي تستحقه في موضوع الايه، في موضوع السياحه. طبعا في استثناءات، يعني الغردقه عجبتني جدا، الغردقه مدينه صغيره لطيفه، فكرتني شويه بايه، بذكرياتي عن مصر زمان في الثمانينات وكده. طبعا في اماكن باظت، يعني اسكندريه دلوقتي اسوأ من اسكندريه بتاعت زمان، طبعا اعتقد ناس كتير ممكن تتفق معايا في كده، اسكندريه بتاعت زمان بتاعت الثمانينات والتسعينات كانت احسن من دلوقتي. فالسايح عايز ينزل يشوف الطابع المحلي، الروح المحلي بتاع البلد، مش عايز يروح بس يشوف الاماكن الجديده المبنيه حلوه والكلام ده كله، لا، لازم تنظف وتخلي الاماكن القديمه بتاعتك هي دي اللي ايه، هي دي اللي فعلا تستحق اكبر عنايه عشان تجتذب السياح. يعني الحاجه الاخيره، النقطه الاخيره برضو، اللي هي مقارنه لصالح مصر. طبعا فعلا شمس مصر المشرقه جميله مقارنه باماكن تانية كتير. يعني الفتره اللي كنت قعدت فيها في مصر كلها، ما بين القاهره، ما بين اسكندريه، ما بين الدلتا، المحله، يعني ما بين الغردقه، الشمس جميله مشرقه. طبعا انا كنت رايح في شهر ابريل، ف يعني كنت رايح في وقت كويس، مش حر قوي وفي نفس الوقت مش برد. لكن يعني لاحظت طبعا اول ما دخلنا اسطنبول الثلاث ايام اللي قعدناهم كلهم مغيمين، الشمس كده طلعت ايه يعني شويه صغيرين، فكرتني بجو تقريبا امريكا، يعني كاننا في شمال امريكا. طبعا احنا بنتكلم ان امريكا الجنوب وكده فيها شمس برضه، انا بتكلم قارنه شخصيه بحته عن الاماكن اللي انا عايش فيها. فبالنسبه لي طبعا هي اما انا نزلت من شيكاغو على مصر، شيكاغو طبعا الجو برضه ايه بتاع الشمال، لقينا الشمس المشرقه الجميله دي، فالواحد طبعا انبسط بيها، قعدنا فيها فتره. اول ما دخلنا اسطنبول دخلت افتكرت على طول الايه الجو بتاع الشمال المغيم، فمصر بتكسب في موضوع الشمس. طبعا الجو الجميل والسماء الصافيه بتاعت مصر جميله برضه. فدي بس ايه بعض الملاحظات. وبختم بقى بملاحظه تانية في موضوع اللغات، بصبح او بمسي بقى على شباب مصر جميل قابلته في اسطنبول. كنت انا داخل محل تركي، وكالعاده طبعا مش عارفين نتفاهم مع صاحب المحل، وعشان اقول لكم ان ده بيأثر على السياحه، ان انا لما دخلت المحل ده مش عارف اتفاهم مع صاحب المحل، كنت داخل اشتري تيشرتات سياحيه زي ده كده اللي انا لابسه، مش عارف باين ولا مكتوب عليه اسطنبول، اوريه لكم. كنت داخل قلت هشتري تيشرت اتنين او حاجه بالعافيه، عشان الراجل مش عارف اتفاهم معاه في المقاسات، مش عارف ايه. فسمعنا ايه واحد المحل اللي جنبهم اللي شغالين فيه مصريين، فجه شاب مصري ظريف كده اسمه زياد، فترجم هو ليا ما بين ايه ما بين صاحب المحل. فالمهم خرجت، بدل كنت هشتري تيشرتين اشتريت ايه، اشتريت كتير، اشتريت كام، اشتريت 8 حاجه زي كده، يعني ايه لكذا حد بقى. فالقصد ان شوف اللغه التعبانه بتاعت صاحب المحل، مع ان هم شغالين كويس وكل حاجه، لكن برضو ايه مش زي ما يكون بيعرف يتكلم مع الناس. طبعا الشاب المصري ما شاء الله دخل ايه ترجم لي تركي، بقاله في تركيا بس 3 سنين وبيتكلم تركي كويس جدا، وترجم استعد معانا يجي ربع ساعه ولا حاجه ترجم ما بين ايه ما بيننا وما بين صاحب المحل التركي. تاني زي الشباب المصري اللي في مصر اللي بيعرف يتعلم كذا لغه ويتكلم مع الناس. فتحيه بصراحه يعني للشباب المصريين والناس اللي شغالين في السياحه في مصر، انتوا عندكم ميزه كبيره وتستحقوا الاشاده في الموضوع ده، بالذات الواحد بيشوفها لما بيشوف الفرق يعني. وبس كده، فيعني ايه ملاحظه كده، وان شاء الله لو ربنا قدرنا بقى ونكمل كام فيديو جايين عن كذا حاجه كده، ان شاء الله نتكلم عن الرحله اللي فاتت. وما تنسونيش بقى بالتعليقات كده عشان اعرف ان في ناس لسه فاكره القناه. ونراكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.